البقرة تدر حليبا أكثر بعد سماعها للموسيقى الهادئة. هذا ما أكده طالب مؤمن جدلة من مدرسة ذكور اتحاد صف الثانوية بعد إخضاع 14 بقرة للتجربة. كانت كل بقرة تتجه في الحليب في اليوم 30 لتر، وإن إسماعها للموسيقى كنا تقريبا نسمعها أسبوع كامل 8 ساعات. كانت إنتاج البقرة في اليوم 1 لتر، على مستوى أسبوع كانت تزيد حوالي 100 لتر في 14 بقرة. 100 طالب وطالبة من 36 مدرسة عرضوا 63 بحثا جديدا في مجالات مختلفة في معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، من بينها مشاريع لمدرسة كفر نعمة الصناعية تتمثل في روبوت مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة. بتغلبوا في الحركة، فسوينا مثلاً هذا المشروع عشان يسهل عليهم مثلاً إحضار شغلات بسيطة مثل تناولوا كأس ماء أو إشي هيك. أما هذا السرير الهزاز للأطفال فيعمل إلكترونياً عبر الهاتف المحمول. تحكم فيه من خلال الجوال الخاص فيه. اللي بتميز عن غيره الفكرة الجديدة في الموضوع إنه هي نفسه منه يصير كوت للسيارة ومنه برضو بصير سرير هزاز. ولحل مشكلة الأزمة المرورية اقترح طلبة على البلديات إشارات مرور ذكية تفتح للمركبات إلكترونيا عبر مجسات خاصة. حل مشكلة تكدس السيارات في الشوارع على المفترقات، وكمان بقلل وقت الانتظار على المفترق. هلأ مثلا كان في سيارة عندنا واحدة على مفترق وباقي المفترقات ما في عليهم سيارات، ببطي هاي السيارة الأولوية إنها تطلع. وتؤكد وزارة التربية والتعليم الجهة المنظمة للمعرض أنه يشكل تطورا نوعيا في التعليم، كونه يركز على الجانب العملي. عملية نقل التعليم من الحفظ والاستظهار إلى حل المشكلات والتفكير الناقد، وهو هذا نموذج يحتذى الحقيقة، وهذا ما نعنيه عندما نتحدث من عملية تحسين جودة التعليم. الفئة اللي بتفوز على مستوى مديرية رام الله أو المديريات الأخرى بتنافس في وزارة التربية والتعليم مع المديريات الأخرى على المسابقة والمشاركة في معرض إنتل العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إنتل العالم العربي. يذكر أن معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا ينظم للسنة السابعة على التوالي. نزار حبش، تلفزيون وطن.